اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نروح مع حضراتكم للاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. والنهارده هيتم اطلاق النسخه الثانيه من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، وايضا هيكون في اجتماع لوزراء الماليه والبيئه الافارقه في العاصمه الاداريه الجديده تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان النهاردة المجلس العربي للمياه هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى شرم الشيخ. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم في العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنتدى هيكون فيه أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وده في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة إفريقيا وتحفيز العمل المناخي. كمان النهاردة المجلس العربي للمياه هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق لشرم الشيخ، واللي هيتضمن تنظيم يوم المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه. كمان النهاردة هتطير بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى قطر استعداداً لمواجهة الهلال السعودي على كأس لوسال في المباراة اللي هتتلعب يوم الجمعة الجاية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الافتتاحية لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، من أهمها لقاء إنتر ميلان الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي نابولي الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي.